هذه القضية قبل أكثر من 50 عام، مجموعة من أعيان كربلاء فكروا أن يشتروا البيوت المحيطة بالصحن، لأن الصحن كان صغيرا، ففكروا في التوسعة. أجوا واشتروا البيت الأول، البيت الثاني، البيت الثالث. واحد من الأفراد بمجرد ما علم بذلك أخذ يجدد بيته، يصبغ بيته. هذا واضح، واحد عندما يصبغ بيته يعني يريد ياخذ قيمة أعلى، معلوم. يقول هؤلاء الأعيان راحوا اشتروا البيوت إلى أن وصلت النوبة إلى بيت هذا، حتى يدخلوا هذه البيوت في الصحن الشريف. قال أنه اجوا هؤلاء الأعيان مع مقوم إلى بيته، قالوا احنا نريد نشتري منك هذا البيت حتى ندخله في الصحن. حاضر، قال لي. ترغب في بيعه؟ قال لي اريد ابيع. فقالوا لهذا المقوم احنا جايبي ويانا يقوم البيت. قوم البيت وحدد قيمة مناسبة، قالوا له احنا نشتري منك البيت بهذه القيمة. قال هذا قليل. غلوا القيمة، قال قليل. كلما غلوا القيمة كان يقول قليل، إلى أن يأسوا وسكتوا. قال ذلك الرجل أطرق برأسه قليلا ثم قال لهم بعت البيت. قالوا بكم؟ قال أنا ما بعته لكم حتى تسألوني عن الثمن. قالوا فلمن بعت بيتك؟ قال بعته لسيدي ومولاي سيد الشهداء الإمام الحسين. هذا يعطيني ثمن أغلى مما ذكرته، وأغلى وأعلى. الثمن اللي يعطيه سيد الشهداء لا يقارن بهذه القيمة. أخذوا هذا المفتاح وافعلوا بالبيت ما شئت. قالوا له إذا كنت تريد تبيع البيت أو تعطيه مجانا فليش صبغت البيت؟ قال أنا فكرت أن لا أقدم لسيد الشهداء شيء معي، أقدم له شيئا جميلا. هذا المفتاح أخذوا وافعلوا به ما شئت. العم كان ينقل أن الجد رحمة الله عليه أوصى أن يدفن في هذه البقعة. الآن الجد مدفون في بيت ذلك التاجر. عندما تدخلون من باب القبلة على يمينكم، هذا بيت ذاك التاجر.